بالموضوع الحكومي بنرجع منأكد شغلتين: انتخابات نيابية نتيجة، واحترام موقع وحقوق ودور رئاسة الجمهورية. ثلاثة بنضيف عليها اليوم: الخيارات الحكومية. شو بدها تعمل الحكومة اللي بتتألف؟ نحن كتكتل عم نناشد وعم نطالب بحكومة تشتغل. نحن بهمنا مش بس كرمال العهد تينجح، العهد مرتبط بمصير كل اللبنانيين، ومصير كل اللبنانيين مرتبط بهالعهد، وهيدي عم بيقولوها كل الكتل. نحن منطلب ومنناشد كل الكتل انه يكون المحور الاساسي كمان من ضمن عملية التأليف، انه يكون كمان التفاهم على مسار ايجابي بناء حتى نعمل نتائج.